ان برضو ودي عايزين نكتب بيها حاجه ايجابيه الحقيقه جدا، ان احنا ملف بث مباريات الدوري تغير، الدوري العام المصري تغير بشكل اصبح شكل بشكل عام التصوير والاخراج، حصلنا على حقوق كثيره جدا زي الدوري الافريقي، مباريات مصر في تصفيات كاس العالم، والتطور طبعا البث الارضي. انا نفسي بصراحه اشوف كاس العالم للانديه كمان على القنوات المتحده، والوزير اشرف سلمان الحقيقه رئيس مجلس اداره الشركه المتحده، والمهندس سيف الوزير وبقيه المجموعه، الاستاذ عمرو الفقي الحقيقه ايضا رئيس التنفيذي، الشيخ سامي الشيخ طبعا الشيخ اللي له دور كبير في كل هذه الامور التنفيذيه، وبالتالي ممكن برضو نشوف التطور الواضح.